لكن يعني انت يعني بترجعني لمرحله انا بحاول انساها. يعني دي من يعني في مراحل كتيره في حياه الانسان تبقى في مرحله مره مش عايز يتذكرها. وللاسف انا اعتقد حضرتك تعرضت لضغط اعلامي كبير جدا الفتره دي بسبب يعني قرار كنت حضرتك واخد الدوري مع الاسماعيلي ورحت مسكت المنتخب. كنت ماسكه قبل كده. انا بتكلم على الفتره دي تحديدا، انت الفتره دي خدت دوري وخدت كاس ووصلت نهائي افريقيا مع الاسماعيلي وبالتالي مدرب منتخب مصر. اقول لك يعني الاول مفهومي انه من حظ السيء ان لما بمسك بيكون في مرحله لابد يحصل فيها تجديد، بمعنى اللعيبه كبرت في السن. وبالتالي كل لعيب له عمر افتراضي. يعني في ناس تقول لك لا اللعيب طول ما هو قادر على العطاء يعطي. ما فيش حاجه اسمها سن. لا يا جماعه، في حاجه اسمها سن، لان في حاجه اسمها عمر افتراضي لاي سلعه، لاي بني ادم، لاي جهاز، لاي قطعه غيار، لاي وجبه. انت لما بتمسك الوجبه كده مش مكتوب عليها التاريخ الصلاحيه؟ طبعا. طيب لما بيخلص تاريخ الصلاحيه ده مش ممكن تاكلها؟ لا مش ممكن. لا بتاكلها ساعات، باكلها. الناس كلها بتاكلها. ده بيشيل التيكت ويحط لك تيكت تاني انه لا في صلاحيه تانيه، وحتى من غير التيكت انا ما بشوفش التيكت. اوكي. انا من الناس بتشوف ما بشوفش التيكت. بشتريها وباخدها وباكلها. هل بموت؟ ما متش. واذا يبقى اي لاعب ممكن هو يستمر بعد نهايه عمره الافتراضي، لكن في لحظه الترس ده بيتكسر خلاص، العضله ده بتتقطع. ليه؟ لانه دي سنه الحياه. صح. الانسان له عمر افتراضي. ما تقوليش لا انا هفضل العب لغايه ما بطل. اسمح لي، الخطيب كان ممكن يلعب لغايه دلوقتي، حسن شحاته ممكن يلعب لغايه دلوقتي، نزله الملعب كده هيقعد 90 دقيقه، لو جت فرصه اعمل لك جول. هي كره جول، الكره جري، رشاقه، مرونه، تحمل، الكره قتال، الكره دفاع، الكره هجوم، محتاج جهد كبير. انما ان انا احط واحد في منطقه عشان خاطر هيجيب جول او عشان خاطر انه هيصنع لي جول، الكره اتغيرت، ما عادتش كده. اللي عايز اقوله انه كل لاعب، كل انسان، كل مهنه لها عمر افتراضي.